كابتن محمد يوسف على الطريقه والاستراتيجيه اللي هيلعب بيها النادي الاهلي، وايضا على التشكيل الانسب لمباراه بطل بوتسوانا فريق تاونشيب، ويقدروا ان شاء الله يكونوا جاهزين بنسبه 100% ويستقروا بشكل نهائي على كل ما يخص الفريق من خلال هذه المباراه الوديه الاخيره. يمكن النادي الاهلي لعب عدد من المباريات، مباراتين هنا قبل السفر لكرواتيا ومباراتين كمان في كرواتيا كانوا مميزين جدا، ده بجانب ان المعسكر كان اكثر من رائع واتى بكل الاهداف اللي كان بيرجوها الجهاز الفني، ودي هتكون اخر مباراة بالنسبة للنادي الاهلي ان شاء الله علشان يستعد لمباراة فريق تاونشيب في برج العرب بالاسكندرية يوم الثلاث القادم. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين في المرحلة الحالية والاستعدادات للمباراة المقبلة امام فريق تاونشيب. عشان طبعا نروح نعرف اخر اخبار المران النهارده، خلينا نروح سريعا لزميلي محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي اينما كنت. محمد طمنا طبعا على مران الفريق النهارده، خصوصا ان الفريق بيستعد لمباراه غايه في الاهميه الفتره المقبله واستأنف التدريبات من خلال اليوم، قول لنا ايه ابرز الاخبار بالنسبه لمران اليوم يا محمد؟ طيب هو المران تحديدا لسه بادئ بالظبط من حوالي ربع ساعه. في بدايه التدريب كان في لقطه مهمه جدا، اكاديميه النادي الاهلي في الكويت ضمن البرنامج الخاص بها في معسكر مغلق هنا في مصر حريصه ان هي تكون متواجده في ملعب مختار التتش وفي موعد لزياره تدريبات فريق النادي الاهلي، فالتقطوا صور تذكاريه مع لاعبي الفريق الاول ومع الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرو. يمكن فريق الاكاديميه النادي الاهلي اللي في الكويت هم من مواليد 2000 حتى مواليد 2010 وموجودين هنا في التمرين، خدوا صور تذكاريه مع العديد من اللاعبين وصور جماعيه في النهايه مع اللاعبين بالكامل ومع الجهاز الفني بالكامل. بعدها مباشره كان في محاضره للجهاز الفني اتكلم فيها كارتيرون مع اللاعبين، واتكلم فيها ايضا الكابتن محمد يوسف عن المرحله القادمه وازاي الاستعداد للفتره القادمه. النهارده ابرز ما شيء يعني بيميز هذا التمرين ان النهارده الصوره اكتملت بالنسبه لكل الفريق، كل اللاعبين متواجدين في المران الجماعي. انضم سليمان كوليبالي اللاعب الافريقي الاخير اللي تم التعاقد معاه خلال الساعات الماضيه، انضم بالفعل تدريبات فريق النادي الاهلي ومعاه باقة الجنوب افريقي وايضا معاه احمد حمدي، المجموعه دي كانت غايبه عن معسكر فريق النادي الاهلي في كرواتيا. فبالتالي كل اللاعبين موجودين، لكن نقطه كمان مهمه، عمرو بركات متواجد حاليا في تدريبات فريق النادي الاهلي في ملعب التتش، لكن بيؤدي تدريبات تاهيليه، تدريبات بدنيه خفيفه مع باسم علي ومع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. تمام. التدريبات بدنيه في الشق الاول من المران حتى هذه اللحظات في مجموعه حراس المرمى الاربعه هم موجودين مع الكابتن مصطفى كمال، الاربع حراس شريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي وايضا مصطفى شوبير، الاربعه موجودين مع الكابتن مصطفى كمال في مركز حراسه المرمى. تمام. لكن حتى هذه اللحظات لسه الشق البدني والمران البدني في الجزء الاول من تدريبات فريق النادي الاهلي. طيب محمد، فيما يتعلق بالاصابات عايزين نعرف اخبار اللاعبين، اخبار المصابين ايه، هل الفريق مكتمل بشكل كامل؟ خصوصا يمكن اخر اصابه او الاصابه الوحيده اللي كانت متواجده الفتره السابقه كانت باسم علي، عايزين ايضا نعرف اخباره ايه، هل اصبح لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه او انت شايفه بيتشارك دلوقتي ولا الامور ماشيه ازاي؟ لا لسه يا امير، لسه باسم بيواصل تاهيله وبنسبه 90% حتى هذه اللحظات. اذا الفريق دخل معسكر مغلق على يوم السبت ولم يستطع باسم النزول للتدريبات الجماعيه على اقصى موعد يوم السبت هيكون خارج مباراه تاونشيب، لكن كل اللاعبين في المران الجماعي الحمد لله الحاله الفنيه او بمعنى ادق الحاله البدنيه والاستشفاء بشكل كامل، الامور تسير بشكل جيد. لكن باسم علي حتى هذه اللحظات لسه بيواصل تدريبات تاهيليه مع طارق عبد العزيز، وخلال ال 48 ساعه القادمه هيتحدد موقف باسم بشكل نهائي، وان كانت كل المؤشرات بتتجه لصعوبه تواجده في مباراه تاونشيب في الجوله الثالثه من بطوله افريقيا. مروان محسن موجود كمان، علي معلول، اللاعيبه الدوليين بالكامل موجودين، باقه جنوب افريقيا زي ما قلت لك موجود، احمد الشيخ موجود في المران الجماعي، حسام عاشور. انا بركز على عدد معين من اللعيبه اللي كان يعني الفتره الاخيره كان في عدد من الاصابات او ابتعاد عن المباريات، وفي ظل ان كان منهم مجموعه ما كانتش متواجده مع معسكر فريق النادي الاهلي في كرواتيا. طيب محمد، بالنسبه للبرنامج الخاص بالفريق لحد المباراه، احنا عارفين ان بكره في مباراه وديه مع فريق نجوم المستقبل وهي اخر مباراه وديه هيستعد من خلالها النادي الاهلي لمباراه فريق تاونشيب، لكن البرنامج الخاص بالفريق عقب هذه المباراه الوديه هيكون ماشي ازاي؟ البرنامج الخاص بالفريق لسه الجهاز الفني بعد المباراه الوديه هيشوف امكانيه ان الفريق يتمرن يوم الجمعه، لان المعسكر المغلق كان من المحدد ان يكون يوم الخميس مباراه وديه في برج العرب، لكن قبل العوده الى القاهره بساعات قليله الجهاز الفني عدل في موعد الاستعداد لمباراه تاونشيب، وفضل ان يكون المباراه الوديه في القاهره ثم يسافر الفريق يوم السبت
للمعسكر المغلق. موقف يوم الجمعة من التدريبات هيتحدد بعد المباراة الودية غدا مع نجوم المستقبل اللي هتكون هي الخطة الأخيرة أو الشكل الأخير اللي الجهاز الفني مهتم بيه جدا قبل مباراة البطولة الأفريقية. لكن الجزء الأهم التدريبات بدءا من السبت المقبل حتى موعد المباراة في 9 من مساء الثلاثاء القادم أمام تاونشيب، الجهاز الفني حتى هذه اللحظات هيحدد موعد التدريبات اللي هتكون مفتوحة لوسائل الإعلام للغزل طبعا قبل المباراة ب 24 ساعة طبعاً. الحقوق التسويقية الخاصة بتصوير التدريب وربع ساعة المسموحة بالنسبة للقناة الحاصلة على حقوق البث، لكن بشكل عام التدريبات سيكون هناك جزء مغلق للتدريبات ومعسكر مغلق للفريق اثناء تواجده في معسكر برج العرب. الاجواء عندك فيها تفاؤل يا محمد وخصوصا في ظل الموقف الصعب بالنسبه للنادي الاهلي في البطوله، ولا شايف الامور شكلها ازاي قدامك؟ هي ما بين اللاعبين وبين الجهاز الفني، يمكن الجهاز الفني عنده اكثر من مرحله بيفكر فيها في التوقيت الحالي لانه عنده قيد افريقي لسه فيه 3 لاعبين باقيين حتى 5 اغسطس. هذا الملف لم يحسم بشكل نهائي، اكيد هيكون في اجتماعات عقد المباراه الاولى امام تاون ناشب، لكن في القائمه المحليه لسه هذه الامور الجهاز الفني بيطرقها لما بعد الاستعداد الافريقي. لكن بالنسبه للاعيبه كل تركيزهم في المباراه والجهاز الفني ما بيطلب منهم ما يفكروش الا في المباراتين. هناك جلسات بتعقد بعد العوده من معسكر كرواتيا ما بين حسام عاشور وشريف اكرامي وعدد من اللاعبين الكبار اللي خاضوا هذه المراحل الصعبه طبعا. مع اللاعبين صغار السن واللاعبين الافارقه كمان، لان المباراه دي محتاجه مكسب وبشكل مريح عشان تقدر تتخطى المراحل القادمه. ايضا هناك جلسات بين باتريس كارتيرون مع وليد ازارو، يمكن لاحظنا في بدايه التدريب يمكن كارتيرون كان بيتكلم وقت اطول مع وليد ازارو، والفتره دي محتاجه كلام كتير من الجهاز مع عدد معين من اللعيبه لاستعاده التاهيل والجاهزيه الكامله في كل النواحي لمباراه البطوله الافريقيه. بيشارك في التدريبات الجماعيه وليد ازارو يا محمد؟ كله موجود، وليد ازارو وكل اللاعبين موجودين بلا استثناء، مفيش اي غيابات خالص عن المران الجماعي دلوقتي. تمام، بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. ده كان طبعا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي كان معانا على الهاتف وقال لنا بكل التفاصيل المهمه الخاصه بمران الفريق اليوم واللي تم استئنافه علشان الفريق يستعد للمباراه.